راجل غني جدا في بني سويف، عنده ابنه اسمه أنطونيوس. معروف ان الغنى في الصعيد ما يتعرف بالاراضي، كان عنده 350,000 فدان. ابنه راح الكنيسة، وقف يسمع الانجيل، لقى صوت ربنا في آية بتقول: ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني. القداس خالص وروح لقى الناس ملمومة ومتعيط، فبيسأل في ايه؟ قالوا له ابوك مات. جرى بسرعة على الأوضة وقعد يكلم أبوه، قال له: فين صوتك؟ وفين الخدامة اللي كانت معاك؟ وفين الفلوس اللي انت حوشتها؟ فلقى أن أبوه مش ما يرد عليه، فقال له: بص بقى، لو انت خرجت من الدنيا من غير إرادتك فأنا هخرج بإرادتي. وساب أبوه وطلع باع 350,000 فدان وزعها على الغلبة والفقراء. في الوقت ده كان ليه أخت خدها ووداها دير عزارة، وطلع وراح سكن عند جميزة وعينه مية، ولازم النسكو الصوم، وقعد فترة طويلة هناك. وفي مرة واحدة نازلة من بنات الملوك علشان تستحمى في النيل، فالأنبا أنطونيوس قعد يفكر كده وقال: أكيد هما هيغسلوا إيديهم ويمشوا. لكن كانت المفاجأة إن هي نزلت واستحمت. فالأنبا أنطونيوس زعل وراح زعق فيها وقال لها: أنت إزاي بتستحمى قدامي وانا راهب؟ فهي زعجت فيه وقالت له: انت ازاي تقول على نفسك ان انت راهب؟ لو انت راهب بصح ادخل البريه